وياك اتفضلي. ما يسألني يا شايف. السؤال الأول، كيف أعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة؟ في كتب مصنفة في الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم، وفي مصنف في الأحاديث الضعيفة كانت كمبتدئ. يعني ما هو الكتاب الذي أجيبه الذي في أجيبه سلسلة يعني الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر الألباني، وفي البخاري ومسلم صحيح. ها؟ نعم ماشي. السلام عليكم. السؤال الثاني